العدوى دي قد تكون عدوى بكتيرية وقد تكون عدوى فيروسية. طب هي بنشخص العدوى البكتيرية ان العدوى البكتيرية بيصاحبها صديد، اما العدوى الفيروسية لا يصاحبها صديد الا في حالة واحدة، لو صاحبها عدوى بكتيرية. يعني في الأجهزة المختلفة نعرفها إزاي؟ نعرفها بكل بساطة، الأجهزة المختلفة يعني مثلا إما العدوى تبقى في الجهاز البولي، تبقى في الجهاز الهضمي، تبقى في الجهاز التناسلي، تبقى في الجلد، تبقى في الجهاز التنفسي. عدوى الجهاز البولي بنقول إن في حرقان في البول، بنقول إن في صديد في البول. لما نيجي نتكلم عن عدوى الجهاز الهضمي نقدر نقول إن في إسهال وترجيع كريهة بالفم. لما نيجي نتكلم عن عدوى الجهاز التناسلي نقدر نقول إن وجع بالأعضاء التناسلية وإفرازات من الأعضاء التناسلية سيئة. لما نيجي نتكلم عن عدوى الجلد بيبقى معاها احمرار وبقع بالجلد وخراج بالجلد. كده نكون خلصنا عدوى البكتيريا. لما نيجي نتكلم دلوقتي عن عدوى الفيروسات نقدر نقول ان عدوى الفيروسات لا يصاحبها صديد، ولو صاحبها بيصاحبها فقط في حالة ان يكون معاها عدوى بكتيرية. بعد كده نتكلم عن عدوى الديدان، دي غالبا بيصاحبها نقص في الوزن ووجع في البطن واسهال، وفي بعض الحالات وارتباط عدوى الديدان مع الأنيميا غالبا بتكون أكثر انتشارا عند الأطفال.